أستاذ محمود الشيخ معنا مباشرة من جدة، الإعلامي الكبير محمود الشيخ كان في ملعب الجوهرة المشعة. محمود سلام عليكم. أهلا، عليكم السلام يا كابتن عباس. يعني ماذا لديك محمود وانت لسه خارج من الملعب؟ لا الأحداث زي ما انت شفتها، الفرقة خسرت في الملعب، المباراة خسرت 2-0، حزن بيسيطر على البعثة كلها، اللاعبين، الجهاز الفني، مجلس الإدارة، كولر في المؤتمر الصحفي كان واضح ان هو منفعل وواضح ان هو متضايق وواضح ان هو حزين. حتى زميلنا احمد الجيوشي يعني لما سأله سؤال ليه التغييرات اتأخرت، رد بانفعاله بعصبية، قال انا زهقت من السؤال ده، كل مؤتمر صحفي اتسأله. ده بالنسبة للكولر. بالنسبة للراجل الثاني، المدرب الثاني بتاع فرقة الفلومنسي، قال انا ارضية الملعب كانت وحشة، ما كناش واخدين عليها، عشان كده فرقة الاهلي كانت افضل في الشوط الاولاني، ولكن خبرات اللعيبة بتاعتي نجحت ان انا اكسب المباراة. طيب ما هي ملاحظاتك؟ يعني جاءنا منع لجمهور النادي الأهلي وركلة جزاء ظالمة، يعني كلمنا ماذا يقال عن حكم المباراة وعن منع بعض من جمهور الأهلي من الدخول إذا كان لديك معلومات؟ لا أنا ما شفتش أي منع لجمهور الأهلي الحقيقة، يعني أنا حتى كمان واصل النهاردة الملعب، واصل يعني مش بدري قوي، واصل يعني قبل المباراة بساعة ساعة ونص تقريبا، كان كل الجمهور داخل، لكن هي في الحقيقة قصة مش قصة منع، القصة ان جمهور اتحاد جدة كان شاري التذاكر بتاعة قبل النهائي وشاري التذاكر بتاعة النهائي، لان هم كانوا متوقعين ان الاتحاد هيفوز على الاهلي وهيلعب قبل النهائي وهيلعب نهائي، فجماهير الاهلي ما كانتش لاقية تذاكر بشكل كافي، فده اثر على حضور الجمهور. لكن مع بداية المباراة كانت المدرجات شبه ممتلئه، يعني كان تقريبا 70% من سعه الاستاد ممتلئه بالجمهور، سواء النادي الاهلي او الفريق البرازيلي، يعني ما شفناش الحقيقه، يعني للامانه انا شخصيا ما شفتش، قد يكون في حاجه حصلت ممكن يكون، لكن انا ولا شفت ولا وصل لي اي شكوى خاصة بمنع الجماهير. انا كنت داخل والجماهير كانت بتدخل بسلاسة لحد قبل المباراة بساعة، يعني ما كانش فيه اي منع للجماهير خالص يعني. طيب هل علمت بان الاهلي ربما يقدم احتجاج رسمي ضد الحكم، ولا ليس هناك ايضا اي معلومات بهذا الشأن؟ لا من الاهلي ما فيش اي، يعني ما فيش اي تعليق على الحكم، وانا كلمتهم يعني وسالتهم كمان في يعني بعض افراد الجهاز الفني، الناس زعلانه، شايفين ان هم عملوا كل حاجه والتوفيق ما كانش موجود وضيعوا فرص كتيره، وان الفريق المنافس استغل الفرص القليله اللي جات له وقدر ينجح ان هو ينهي المباراه، لكن ما كانش برضه ولا في تعليقات ولا غضب ظاهر في او معلن من النادي الاهلي، يعني وحتى كولر في المؤتمر الصحفي ما لم يتطرق للتحكيم نهائيا. اللعيبه خرجت زعلانه، ما يعني ما اتكلموش، او كان كلام مقتضب جدا او مختصر جدا، وبرضه الافراد البعثه ما ظهروش، يعني بعد الماتش ما حد يظهر من افراد البعثه الرسميه للنادي الاهلي، فالحكم برضه ما كانش فيه كلام. يعني انا بختلف معاك شويه في قصه الحكم، لان هو الراجل برضو من وجهه نظر يعني من خلال الملعب ادار المباراه بشكل كويس. انت شايف ركله الجزاء سليمه يا محمود؟ يعني الكابتن الكابتن وجيه احمد كان معانا، ركله الجزاء ظالمه وكهربا كان ليه ركله جزاء، انت في الملعب شايف ركله الجزاء اللي على الاهلي كانت سليمه؟ لا انا شايف ان كهربا ملوش اي حق الجزاء، او لو بيتكلم على اللي كانت في الشوط الاول ملوش ركله جزاء، انما ضربه الجزاء مارسيلو لا فيها كلام طبعا، فيها كلام. الكابتن وجيه قال لك هذا الحكم البولندي يسمح بالاحتكاك على طول الخط ومتابع جيد ليه، وان بالنسبه ليه الكره دي ما تتحسبش.
ما انا بقول لك فيها كلام بتاعت مارسيلو، فيها كلام. ما حتى احنا كنا يعني شفناها مره واثنين وثلاثه، لان في شاشات بتبقى مخصصه كده للصحفيين، انت بتبقى قاعد تتفرج اكني قدامك شاشه تلفزيون يعني. فلما تعادت مره واثنين وثلاثه لا، فيها اختلاف وجهات النظر. في ناس شافت ان في دفعه اللي هي الاولى لبيرس تاو، يعني اللي هي الخبطه الاولى لبيرس تاو، وفي ناس شافت ان هي ما فيش فيها حاجه خالص. بس هو يؤخذ على الحكم ان هو ما رجعش للفار، في فار فكان لازم يرجع يتاكد ويشوفها تاني. الكابتن وجهها للفار، لم يستدعيه، الفار وافق على قراره وقال لك ده خطا فادح. لا، بتاعت مارسيلو انا شايف ان ممكن يكون فيها كلام، وكان لازم الفار يستدعي الحكم ويشوفها ويتاكد اكتر من كده. انما بتاعت كهربا بكل امانه احنا شايفين ان مفيش فيها حاجه خالص، يعني كان كهربا هو وقع لوحده في المنطقه. طيب انتوا دلوقتي في البصره اللي ولا ايه؟ انتوا دلوقتي في البصره راجعين من ملعب الجوهره؟ انا ايه دلوقتي إيه؟ انتوا راجعين من الملعب دلوقتي؟ راجعين من الملعب دلوقتي، في الطريق راجعين من الملعب. طيب الاجواء في جده عندك، يعني الاخوه السعوديين ترحيب كبير ولهم كل التحيه والتقدير بصراحه يعني. لا، الناس كلها زعلانه، وعايز اقول لك ان بصراحه السعوديين كتير او جمهور الاتحاد اللي كان متواجد يعني بنسبه كبيره قوي منه كان بيشجع النادي الاهلي، كان موجود بيؤازر وبيشجع النادي الاهلي. في ناس بتشجع الفريق البرازيلي، بس كان عدد قليل جدا، يعني عدد قليل جدا من السعوديين، لكن النسبه الاكبر كانت بتهاجم النادي الاهلي، وكانوا يعني حزن كبير قوي قوي قوي. مش عايز اقول لك يعني الناس خارجه زعلانه قوي، الجماهير المصريه اللي كانت موجوده، لان هم كانوا بيمنوا النفس ان هم موجودين في النهائي، وكله كان متوقع ان الاهلي هيبقى موجود في النهائي. وبعدين الشوط الاولاني كمان احداثه طمعت الناس، انت ماسك طبعا على مستوى الترحاب والضيافه. مهم ننقل للناس كرم اخواننا السعوديين يعني. لا بصراحه من افضل الجمهور او من افضل الشعوب اللي انا شفتها في الترحاب وفي الضيافه، وشعب مش متعصب خالص، حتى في ماتش الاتحاد ده كان واضح، وانا قلت لك الكلام ده في المداخله اللي فاتت. ويعني انت تحس ان انت في مصر يعني بصراحه، ما فيش يعني الناس شعب طيب جدا، وشعب مضياف، وشعب مرحب جدا. وهم بعد المباراه على طول قال لك احنا الاهلي هو اللي بيمثلنا دلوقتي، يعني الاتحاد خرج فالاهلي هو اللي بيمثلنا، وكانوا بيتعاملوا بالشكل ده ان الاهلي هو ممثل السعوديه في البطوله. هم بصراحه طول حياتهم اهل كرم واهل احترام، وتربطنا بيهم علاقه وديده وعلاقه محترمه جدا على طول الخط بصراحه، ودايما بنقول يعني ادام الله عز المملكه. اشكرك شكرا جزيلا يا محمود. لا، ربنا يخليك يا ابو نصر، انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. يعني اخواننا الصحفيين في الباص زي ما انتم سامعين، في الطريق من ملعب الجوهره المشعه الى هناك، حيث كل واحد في محل اقامته، والكل بيثني على الضيافه وكرم الضيافه. طيب عندي طاهر محمد طاهر، طبعا يا ريته ما نزل، اقول لكم طاهر عليه. طاهر محمد طاهر قال لك كل مباراه لها ظروفها، الاهلي لعب من اول البطوله وهناك انديه تخوض مباريات اقل. يا عم ما احنا فاهمين ده، الاهلي خاض مباريات صعبه، البدايه مع اتحاد جده على ملعبه وسط جمهوره، وبعدها ايام قليله امام فلومينينسي، الفريق وصل الى مرمى الخصم واكثر من كوره، وكان لدينا تركيز قوي في الجانب الدفاعي. الحظ لم يحالفنا في المباراه بعد اهدار فرص عديده في الشوط الاول. لا فرق يعني بين اي فريق، الكل قوي، واتحاد جده وفلومينينسي الاثنين اقوياء، والفارق فقط اننا لعبنا منذ 48 ساعه فقط. ثم خضنا مباراة اليوم، فالعامل البدني أثر بشكل كبير. الأهلي تعود دائما على لعب مباريات في أوقات قليلة، ولكن اللعب مع لاعبين وأندية كبيرة ومستوى أكبر أمر مختلف، والجمهور لا يعلم ذلك. تركيز الفريق لم ينخفض في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن الإجهاد أثر على اللاعبين، لا انخفض جدا طبعا. الأهلي في الشوط الثاني ما كانش موجود يا طاهر، لم يكن الأهلي موجودا في الشوط الثاني يعني.
مارسيلو رد عليه وقال اللعب مع ريال مدريد مختلف تماما عن فلومينينسي، لان الريال فريق احلامي الذي حققت معه كل البطولات، ولكن فلومينسي فريق طفولتي ولدي مشاعر كبيره لدى هذا الفريق ولذلك عدت اليه. لا يمكن التعليق على اداء الاهلي لانني لاعب في صفوف فلومينيسي، لكنه فريق جيد جدا واثنى عن اداء النادي الاهلي. طبعا وزنه زياده جدا، مارسيلو عايز 6 أشهر عشان يخس، يعني ده مديها فشة ومنبار وحمام ورومي وما بيقفش على محطات. أنا شفته في اتحاد جدة وقابلته وصورت معاه في هيلتون جدة في مباراة السوبر الأسباني لما كان مع ريال مدريد، والتقيته واتكلمت معاه، وبيحب الأكل جدا، أنا واثق من ده يعني، وكان بيطلب أكلات معينة، وكان زين الدين زيدان يعني بيعمل مشاكل معاه بسبب الموضوع ده. أنا بكلمك على واقع، لأن أنا كنت نازل في هيلتون جدة وهو كان نازل في هيلتون جدة لريال مدريد، وكانوا قدامنا واستأذنا وقابلناهم وصورنا معاهم، ويمكن أنا صورت لكم ده، وعندي تيشرتات بكل توقيع نادي ريال مدريد. كريم الدبيس قال الفريق قدم كل ما لديه وأهدرنا فرصا عديدة أكثر من المنافس، لدينا مباراة قادمة على المركز الثالث بكأس العالم للأندية، نعلم أن ذلك لا يرضي طموحات جماهير الأهلي، ولكن هدفنا تحقيق نتيجة تليق بالأهلي وإنجاز يليق بالجيل الحالي، وهو التأهل لكي نأخذ الميدالية البرونزية تعويضا على أن احنا كنا رابع المرة اللي فاتت. محمد عبد المنعم اللي انا بعتبره نجم البطوله في المباراتين حتى الان بالنسبه للنادي الاهلي، قدمنا مجهودا كبيرا واهدرنا فرصا عديده، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الشوط الاول كنا افضل بكثير، وكانت لنا كرات كبيره جدا يمكن ان نهدف منها. نعتذر للجماهير عن الاداء ونتمنى مساندتهم في المباراه القادمه. إمام عاشور قال الفريق لم يقصر، كنا نتمنى أن نلعب نهائي الكأس العالم للأندية، ولكن القادم أفضل، الحظ لم يحالف الأهلي في المباراة، وكان يمكن أن نحرز هدف أو اثنين في الشوط الأول، ولكن قدر الله وما شاء فعل. يعني يمكن كمان تصريحات طاهر صوت طاهر ليه التركيز؟ ايش الفرق بين الاتحاد جده والفريق البرازيلي اليوم؟ الفرق مش كبير، هم كبار بيلعبوا كوره كويسه، الفرق بس ان احنا النهارده زي ما بقول لك لاعبين من 48 ساعه ماتش، واحنا اصلا كنادي اهلي دايما بنلعب ماتشات مضغوطه، بس طبعا لما تيجي تلعب في ليفل عالي زي ده مع احسن لعيبه في العالم الموضوع بيبقى مختلف تماما، ممكن الناس تبقى مش حاسه بده او مش شايفه ده، بس احنا النهارده قدمنا مباراه كبيره، واحنا لسه مضيفين البطوله ان شاء الله، نعمل ماتش كبير اخر ماتش، ومش يعني السنه اللي فاتت ما قدرناش ناخد المركز الثالث ان شاء الله السنه دي. طاهر ليه التركيز قل في اخر ربع ساعه؟ لا هو التركيز ما قلش، هو التعب هو اللي كان باين علينا، كنا مركزين من اول الماتش لاخره، بس زي ما بقول لك هو كان في تعب، والتعب ده يعني كان واضح علينا، احنا لاعبين ماتش كبير وده من الكلام 90 دقيقة بنقعد نفسنا، طبيعي يعني ان انت اخر ربع ساعة طبيعي لما تيجي تلاعب فرقة لسه أول ماتش ليها في البطولة طبيعي ان هم يلعبوا أحسن منك اخر ربع ساعة. شكرا طبعا. يمكن دي أبرز وأهم التصريحات، ودي التغطية اللي كنت فيكم معاها على مدار هذا الوقت الطويل، مباراة تستحق، ولكن خلينا أقول لكم مشجعي فلومينينسي البرازيلي قبل المباراة كانوا واثقين من الفوز، ويمكن أهو You came from Brazil for Yeah, I came from match. Rio today. I think you are scared today. No, not at all. Not at all, my friend. Very, very confident. I came from Brazil, 27 hours of flight. You know, I was not going to be here if I was not confident. So I think we're going to reach the final and we're going to beat Man City in the final easily. Today is just a formality. Oh. Just a formality. Formality game, you know, you have to play, you're gonna play a while, but no, football's football. And I see you prepared. After the match if you are crying or. Okay.
يعني الراجل بيقول انا واثق جدا من الفوز والنتيجه ستكون سهله بالنسبه لفريقي وجايين من سفر طويل جدا، ولكن كلنا ثقه ان احنا في النهايه سنحقق فوزا كبيرا. طيب ده كان كل ملفنا الخاص بالنادي الاهلي، اتمنى اكون قدمت لكم تغطيه متميزه. اخدكم معايا لملف نادي سموحه، والناس يمكن كلها مستنيه، بعتذر عن التاخير، ولكن كان لابد ان احنا نبدا بالنادي الاهلي.